زهاء 50% ممن يعيشون في ألمانيا يعتقدون أنهم يعيشون في مجتمع عنصري. هذه واحدة من النتائج البارزة لدراسة كشفت تعرض نحو 45% ممن استطلعت آراؤهم لحوادث عنصرية في حياتهم، بينما قال 22% من المشاركين إنهم تعرضوا للعنصرية بشكل مباشر. وربما الأخطر في نتائج هذه الدراسة التي أجراها المعهد الألماني لأبحاث الاندماج والهجرة أن 65% يعتقدون بوجود مشكلة تمييز عنصري خطير تمارسه السلطات الألمانية، لا سيما مع تعرض أشخاص من غير العرق الأبيض إلى مضايقات واضحة وعنف في حوادث يومية وفي ميادين العمل. وبحسب الدراسة فهناك كراهية علنية متزايدة للأجانب، خاصة اللاجئين السوريين والعرب بشكل عام أو ذوي الأصول الأفريقية والأسيوية. مديرة المعهد الألماني لأبحاث الاندماج والهجرة شددت في مؤتمر صحفي على أن العنصرية في ألمانيا لا تؤثر فقط على الأقليات، بل تمتد تداعياتها إلى المجتمع ككل بشكل مباشر أو غير مباشر، ودعت السياسيين إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً ضد هذه الانتهاكات ووضع سياسات طويلة الأمد لمعالجة مشكلة العنصرية في البلاد. هجومها ناوى العنصرية الذي أودى بحياة 9 أشخاص قبل نحو عامين كان من الأحداث البارزة التي سلطت الضوء على خطر اليمين المتطرف داخل ألمانيا والذي يروج لثقافة معاداة الإسلام. وتسبب ذلك الهجوم في نشر القلق والخوف بين المسلمين في ألمانيا بعد الحادثة التي ارتكبها شاب متطرف أطلق النار عشوائيا على مهاجرين. ويبدو أن جائحة كورونا عمقت هي الأخرى من ظاهرة العنصرية في البلاد بعدما سيطر الغضب على بعض المتطرفين الذين عزوا تراجع الوضع الاقتصادي إلى وجود لاجئين ومهاجرين في ألمانيا. صابرين عقاب، تي آر تي عربي.